مجددا يعود ملف عائلات المنتمين لتنظيم داعش إلى الواجهة. الحكومة المركزية ومن دون علم محافظة نينوى تعمل على نقل عوائل من مخيم الهول السوري إلى مخيم العملة غربي الموصل لاستقبال 14,000 شخص من أصل 30,000، الأمر الذي رفضه السكان المحليون من خلال وقفة احتجاجية. طبعا نرفض رفض قاطع عودة عوائل الدواعش في مخيم العملة، الذي يمكن أكو نوايا أنه الحكومة تنقله من مخيم الهول إلى مخيم العملة، لأنه لا يمكن إصلاح عوائل الدواعش حتى أطفالهم ملقنين بأنهم يواصلون مسيرة آبائهم. سبب رفضنا لوجود داعش هناك العديد من الأسباب. أولا إكراما لأرواح الشهداء ودمائهم اللي سقطت على هذه المنطقة دون جريرة أو دون ذنب، لمجرد كونهم إما جنود أو شرطة أو قوات أمنية. الحكومة المحلية التي شاركت الأهالي وقفتهم أكدت أن هذه الأسر لا تنتمي جميعها إلى نينوى، فضلا عن ضعف الاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة. 4,000 وكسر شخص من أصل 32,000 شخص هم من نازحين نينوى، بينما الجزء الأكبر هم من المحافظات الأخرى. بدورنا سنتابع سير الإجراءات في غلق وإنهاء هذا المخيم، وسنمارس دورنا في حال لم يغلق المخيم. إعادة توطين زوجات وأطفال داعش في نينوى يمثل تحديا أمنيا خطيرا في المنطقة، فمنذ عام 2018 أصبحت هجمات خلايا داعش في جنوبي الموصل وصحراء الجزيرة وفق نواب. آخر عملية إرهابية في محافظة نينوى في منطقة الجامعة كان تقف وراءها عوائل الدواعش في جنوب الموصل، وهذا مثبت لدى الأجهزة الأمنية. فكيف بهذا العدد الكبير وهم يحملون هذا الفكر الإجرامي الداعشي، وهناك تدريب والتسليح، وهناك لا تزال ما يسمى بالشرعية داخل مخيم الهول. شكوك وعدم ثقة هو ما يخشاه السكان المحليون في غرب نينوى من تجاهل وزارة الهجرة والمهجرين لمطلبهم بنقل أسر من مخيم الهول السوري إلى مناطق تشهد توترا أمنيا منذ تحريرها. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.